الخير أعزائي طلاب الصف الخامس الأساسي، معكم معلمتكم أليسار صفصوف. درسنا اليوم حول الرسالة، كيف نكتب رسالة. أولا علينا أن نحدد المكان والزمان على يسار الصفحة، ثم أنتقل إلى سطر جديد وإلى يمين الصفحة أحدد المرسل إليه، ثم أنتقل إلى سطر جديد أكتب فيه عبارة التحية، على سبيل المثال تحية طيبة وبعد، أو تحية مفعمة بعطر المحبة وإلى آخره، وأنتقل مجددا إلى سطر جديد لأبدأ بكتابة متن الرسالة الذي يتألف من مقدمة أحدد فيها سبب إرسال الرسالة، بعد ذلك صلب الموضوع والخاتمة التي تتضمن التمنيات، ثم أعود إلى يسار الصفحة وأحدد المرسل، على سبيل المثال ابنك، صديقك المشتاق وإلى آخره، وأيضا على يسار الصفحة أحدد التوقيع. الآن سنرى نموذجا حول الرسالة. فلوريدا في 30 أيار 2009، قد كتبها الكاتب على يسار الصفحة، ثم عاد إلى اليمين وحدد المرسل إليه وعبارة التحية وكتب متن الرسالة، وانتقل مجددا إلى يسار الصفحة حيث كتب المرسل ووقع باسمه شارل عشي. الآن أعزائي الطلاب، هيا بنا لنكتب رسالتنا.